مش حاجة ان هي نقارن نفسنا وخلاص، واحنا ما بنشوفش برضو الناس دي عدت بايه، فممكن الحاجات اللي عدوا بيها والستراجلز اللي عدوا بيها تبقى دروس لينا احنا. اهلا بيكم معانا النهارده في حلقه جديده من بيبول لاكي امي بودكاست. والنهارده معانا حد يعني مش عارفه اوصفها ازاي الصراحه، بس حد زي ما كنت بقولها قبل الريكوردينج، من اكتر الناس اللي لما بفتح كده الانستجرام الصبح او اي وقت بحس اللي هو ايه، انا عايزه يعني حبه بوزيتيف انرجي كده، انا عايزه اتبسط، انا عايزه احس ان الدنيا لسه حلوه، الدنيا فيها خير. بفتح على طول الستوريز بتاعها، من اكتر الناس اللي اول ما الاقي ستوري اللي هو لا انا مش هاجلها، لا انا هفتحها اشوفها، بتديني كده دفعه بوزيتيف انرجي وحس ان الدنيا حلوه. كل حاجه بتعملها بحس ان هي فعلا حلوه جدا، وبتشجع الواحد يعني وان يعني في جانب او اخر ان هو لا يعني keep going كده. وضحكتها ضحكتها انا مش عارفه بتديني بوزيتيف انرجي كتيره قوي والله، بدون اي افوره او مجامله او اي حاجه. النهارده معانا نورهان، ولأول مرة في البودكاست 2 نورهان، فاحنا هننور النهارده يا جماعة. نورهان هي ويل بينج كوتش، ودرست بقى بوزيتيف سايكولوجي كل حاجة. يعني من أكتر الحاجات اللي بحبها في الكونتنت بتاعها إن هي بتجيب حاجات من أرض الواقع، يعني حاجات إحنا بنقولها، أفكار بتجيلنا إحنا كناس عاديين كده، حاجات بتيجي في دماغنا فتروح ماسكة الحاجات دي وتقعد تناقشها وتخلينا نبص للحاجة من منظور آخر. يعني إحنا لو كنا باصين على نص الكوباية الفاضي بتخليكي تبدأي أو تخليك تبدأ تفكر في النص الكوباية المليان. فأنا حقيقي مبسوطة جدا إن هي معايا النهاردة، فبرحب بيكي. بصي يا نورهان، يعني انا بعد المقدمه دي مش عارفه اقول ايه الصراحه. يعني انا يعني ميرسي ميرسي، منوره بيكم. واحنا النهارده دبل ان يا جماعه في الحلقه، فعلا هننور. فعلا دي حقيقة. أديكي فرصة بقى تعرفي نفسك كده بداية، تقولي لنا مين هي نورهان. مين هي نورهان؟ زي ما انت قلتي انا ويل بينج كوتش، يعني انا هاخدها ريفرست. انا ويل بينج كوتش، انا درست بوزيتيف سايكولوجي. غير كده انا بشتغل فول تايم كوربريت في الاي تي اندستري. من الحاجات اللي خلتني ابدا الويل بينج وان انا ادرس البوزيتيف سايكولوجي ان انا بقالي سنين كتير قوي في الكوربريت، اولموست 12 سنه. بس من سنتين كده كان اي هاد اوبورتونيتي يعني ان انا اطلع كارير بريك. والكارير بريك على فكره ما كانش بلانت خالص، هو كان غصب عني. شغلانتي راحت بلد تانية وقالوا لي يا تسافري معاها يا تقعدي في البيت. قلت لهم طب يا جماعه انا هصيف. وقعدت في البيت فعلا، ودي كانت اول مره من ساعه ما اتخرجت تقريبا اعمل كده. وبعد كده بدات اكتشف ان هو ايه ده، ايه ده، ايه ده، ايه ده، ده انا ما كنتش عايشه يا جماعه. ده في حاجات في الحياه تانية غير ان احنا بنشتغل وننام ونقوم عشان نشتغل، والحياه بتمشي وجري جري جري. وبرده من الحاجات اللي كانت مساعداني، او يعني مش مساعداني، اللي هو اديتني البوش دي، انه وقت الكوفيد برضو احنا كنا في لقطه جري 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 جري. بنصحى الصبح ننزل نروح الشغل، نرجع من الشغل نتغدى مع بعض، في الويكند بنقابل العيله بالليله وبننزل مع اصحابنا، افراح، عيد ميلادات، كوميتمنتس، حاجات ورانا على طول، ورانا حاجات وعلى طول مشغولين وعلى طول مش فاضيين. ولما حصل الكوفيد بالظبط كده عامله زي كنت بتجري على تريد ميل فول سبيد، بتجري بتجري بتجري، وحد راح جه شد الكوبس بتاعها. فاللي هو ايه بقى، انا ايه هعمل ايه دلوقتي يا جماعه، خلاص كده خلصت. بس فكان عندي كويستشن ماركس كتير قوي، كان عندي تساؤلات كتير قوي. وكنت ساعتها بدات الباث بتاع السيلف كير. بس لما بقى عندي سبيس اكتر وبقى عندي بريك من الشغل، حسيت ان هو لا، انا حاسه انا عايزه ادخل مور انتو ذا ثيوري بقى بتاعته، عايزه افهم ايه هو الويل بينج. انا بسمع كلمه كتير قوي، بسمع سيلف كير كتير قوي، انا عايزه اخدها من الناحيه السايكولوجي، من ناحيه ان انا اعرف اكتر عن الناحيه الثيوري والبني ادمين، واحنا ازاي بنفكر واحنا بنحس بايه، والريفلكشن بتاعت الحاجات دي علينا، والتولز والتكنيكس اللي ممكن تخلي حياتي احسن وحياه اللي حواليا احسن. كنت حاسه عايزه اساعد، كان حاسه الناس بدات تنتراكت معايا وبداوا يسالوني اسئله. بس حاسه ان هو لا، انا مش في البوزيشن ان انا ادي نصايح. يعني انا زي اي حد كنت مهتمه بالفكره، بس ما ينفعش ادي نصايح. فحسيت ان انا محتاجه يبقى عندي، ابقى مور equipped. ومن هنا بدأ رحلتي مع البوزيتيف سايكولوجي والويل بي. بس ودي نورهان. وطبعا طبعا يعني ادنج بقى ده البارت الاديوكيشنال،
طبعا انا محبه لاي الحيوانات، انا اي حيوان معدي، اي كائن، اي كائن مش حيوان بس، اي كائن بشري او غير بشري انا بحبه جدا، especially الكلاب طبعا، يعني ليهم معزه خاصه في قلبي. وانا upcycling advocate، اي حاجه ليها علاقه بان احنا نريسايكل ونابسايكل، ناخد كرتونه نغير شكلها نعمل منها حاجه، نجيب ازازه ميه نعمل منها فازه، او نريسايكل ان احنا ناخد نلم الازاز نروح نوديه لعيد تصنيع، والحاجات دي كلها انا يعني بعشق الحاجات دي. الكرافتس والدي اي واي من الحاجات اللي بتدخلني في المومنت بتاعت الفلو، اللي هو الدنيا والكلاب طبعا، الدنيا كلها كان الدنيا كلها بتختفي حواليا وبقى انا والحاجه وحاله من الفلو، يعني مش عارفة الحالة دي لو بتدخلي فيها مش عارفة توصفيها، بس هي حالة من اللي هو كل حاجة بتختفي والوقت بيختفي وبتبقي انتي والحاجة بس ومركزة بس ومبسوطة بس. وايه تاني؟ وعندي بودكاست، لسه بدأت بودكاست، بس انتي شاطرة جدا الصراحة يا نورهاني، يعني مش عارفة اقول لك ايه، انا هاخدك قدوتي في البودكاست. انا طبعا نزلت حلقة انترودكتري ونمت بعد كده وبس، هي دي نورهاني. ما شاء الله ما شاء الله، حاجات كتيرة قوي، مش عارفة ابتدي منين ولا منين ولا منين، بس هنحاول نمسك بوينت بوينت كده نتكلم عليها. لو قلتلك مين هي نورهان قبل ما تدرس البصل في سايكولوجي وتهتم بالويل بينج وما بعد، ايه الفرق؟ بصي ممكن نقسمهم، يعني نورهان قبل الكوفيد، نورهان بعد الكوفيد، ونورهان بعد بوزيتيف سايكولوجي، لان الكوفيد لعب دور كبير قوي الصراحه. قبل انا كنت من الناس اللي عندي طموح اعمل حاجات كتير قوي، وعلى طول بعمل حاجات، على طول مشغوله، على طول انا very curious person، فانا على طول بحب اكسبلور حاجات جديده بجرب حاجات جديده، على طول جدولي زحمه، ما عنديش وقت لنفسي، عندي وقت للي حواليا كلهم، وحياتي زحمه بطريقه حلوه، يعني ما نقدرش نقول ان هي زحمه بطريقه وحشه، حياتي زحمه بطريقه حلوه، وكنت على طول بمالتي تاسك، وكنت very proud بفكره ان انا على طول بمالتي تاسك وبعمل حاجات كتير قوي طول اليوم، الدنيا زحمه ورايا حاجات وبعمل وبروح المشاوير دي وخلص الشغل ده، وانا بشتغل الشغل ده بعمل الشغل ده وبعمل حاجات تانية جنب شغلي وبعمل، يعني دي كانت حياتي، it's a very busy life. طبعا يعني it's a busy productive life. ده دي نورهان قبل ال وما فيش وقت ليا، دي أهم حاجة ده ممكن أقدر أقولها لك، ما فيش وقت ليا. نورهان بعد الكوفيد بدأت شوية communicate وreflect مع نفسي، بدأت أخد بالي من نفسي، بدأت أفهم، يعني أنا مثلا لما بعد الكوفيد اكتشفت إن أنا لاكتوز انتولرنت، بعد كتير قوي، بعد 30 سنة اكتشفت إن أنا عندي حساسية من اللبن أو من اللاكتوز عامة مش من اللبن بس. فبدأت أكتشف حاجات عن نفسي، بدأت أسمع، أعرف أكومنيكيت مع نفسي، حتى أفهم جسمي تعبان، حاجة أكلت حاجة مضايقاني، إيه اللي ينفعني إيه اللي ما ينفعنيش. كان عندي ترانسفورميشن جيرني مع شعري، لان انا شعري كيرلي، ولو حد شعره كيرلي هيلينك ان الموضوع بيبقى محتاج شويه افورت. زمان كنت ان شاء الله خير وهيبقى كويس، بدات استوعب مشاعري واحاسيسي، افهم الرياكشنز بتاعتي جايه منين، ايه اللي بيعصبني، ايه اللي بحبه، ايه اللي مش بحبه. السيركل بتاعتي حتى بدا يحصل فيها تغيير. واعتقد بعيدا عن الكوفيد والبوزيتيف سايكولوجي، هو طبيعي جدا ان احنا مع السن ومع المرحله العمريه السيركل اللي حوالينا بتتغير شويه، بس ما بتتغيرش كومبليتلي، بس شويه، يعني ناس بتروح ناس بتيجي، لان احنا الانترست بتاعنا بيختلف، اهتماماتنا بتختلف حسب المرحله العمريه اللي احنا فيها بس. فهي برضو اتغيرت، الناس كتير الحمد لله، I was very lucky ان انا اتعرفت على ناس كتير قوي عندهم similar interest، حاجات شبهي، حاجات انا مهتمه بيها، ساعدوني ان انا امشي في الباث اللي انا عايزاه، ويقولوا لي اعمل ايه وما اعملش ايه واروح فين. اخذت يعني الاكسبيرينس بتاعتهم كانت بالنسبه لي هي التورش اللي نور لي الطريق. بعد positive psychology، لا نورهان حاسه ان هو لا الحياه حلوه، الحياه فيها، يعني احنا جايين يا جماعه نعمر، يعني احنا خلق، يعني ودايما بقولها احنا لم نخلق عبثا، احنا خلقنا لهدف اسمى
من اللي احنا عارفينه، ممكن نكون احنا مش عارفينه، ممكن كل واحد لسه بيحاول يعرف طريقه، ممكن نحاول نعرف طريقنا، بس رحلة الاكتشاف نفسها هي اللي بتنور حياتنا، ده اللي اقدر اقوله. نظرتي للحاجات اختلفت تماما. طبعا الحاجات اللي اتعلمتها والتولز والتكنيكس والحاجات دي عاملة زي كده كأن في لمض في راسي بدأت تنور كتير. وأهم حاجة بقى اتعلمتها إن هو وعرفتها إن هو محتاجين كنا حاجات عارفينها واتعلمناها، إن إحنا ما نتعلمهاش عشان يبقى عندنا مساحة نستقبل حاجات جديدة، وإن الدنيا بتتغير فإحنا طول عمرنا هنفضل بنتغير معاها، بس مش يعني مش بطريقة دراماتيكلي، بس بطريقة نظرتنا للحاجة. العلم بيتطور والعالم بتتغير، احنا محتاجين نبقى عندنا مرونة، عندنا flexibility، عندنا resilience للي بيحصل، ان احنا لما الدنيا تظلم خالص وتقع تماما هنعرف نطلع منها واحنا متعلمين واحنا احسن. الكلام طبعا اسهل بكتير من لما بيحصل في الحقيقة، بس طول ما البني ادم عنده علاقة مع نفسه، طول ما البني آدم بيعرف يتكلم مع نفسه، بيسمع الصويت اللي جوه دماغه والمشاعر المتلخبطة، وبيحاول يدي نفسه البراح اللي بيديه لغيره واللي بيديه لحواليه، كل ما علاقته هتبقى أقوى، كل ما هيقدر يمشي في الحياة، لأن هي الحياة حلوة والحياة جميلة والحياة فيها حاجات كتير قوي، بس هي الحياة it's getting more complicated، قاعدة بتصعب، الظروف والدنيا بتتغير علينا. وانا بقعد اقول جيل الثمانينات والتسعينات ده يا جماعه احنا معمولين ساندويتش، احنا يعني ما قبل كده، وبرده بارت من طبعا نص السبعينات اللي هو يا جماعه احنا واحنا اطفال كان اخرنا قناه العشره التاسعه كمان مش العشره، التلفزيون كان بيقفل الساعه 12 بالليل، كنا بنروح نخرج ما فيش حاجه اسمها خروج اصلا مع اصحابنا، يعني ده ممكن اللي هو ده كده انحراف لما كبرنا بعد الامتحانات خالص ان احنا نروح مثلا النادي. ودلوقتي الطفرة الزمنية واللي بيحصل والانفتاح ليفل تاني خالص، فاللي هو احنا برضو رحنا من الدار للنار، او يعني مش من الدار للنار بس رحنا من اقصى الشمال لاقصى اليمين، فاحنا معمولين ساندويتش، فكوبينج مع كل الحاجات دي لا every one of us should look and mirror ويرفلكت كده مع نفسه، يقف يشوف قد ايه ان هو المفروض يبقى فخور بنفسه ان هو عدى على كل التغييرات دي وكل التطورات دي وستيل كوبينج. انتي لسه لحد دلوقتي بتقدري تقعدي مع اهلك، يعني مثلا انتي تقدري بنقعد نقدر نقعد مع اهلنا ومع الناس الكبيره في السن ونعرف نتكلم وكونفرسيشن، وبنعرف نريليت وبنعرف نربط الحاجات اللي حصلت زمان، ممكن نتكلم في أي بلد ايام زمان، التاريخ، نتكلم في مواضيع حاجات هم مهتمين بيهم، تتكلمي معاهم في مواضيع مهمه بالنسبه لهم واهتماماتهم، في نفس الوقت ممكن تقعدي مع جيل صغير دلوقتي اللي هم شايفينك اوريدي عجوزه، وان يا جماعه لا احنا مش عواجيز، احنا لسه في مقتبل العمر بس تمام، احنا بالنسبه لهم عواجيز. بتقعدي تتكلمي مع حد عنده 12 13 سنه، هم طبعا دماغهم مش 12 13 سنه، بس تقدري تتكلمي معاهم، انت فاهمه هم بيتكلموا في ايه، حتى لو مش فاهمه قوي انت مستوعبه اللي بيحصل حواليكي. ف ده في حد ذاته انجاز مهول، انا شايفه ان احنا كلنا لازم نفتخر بيه. وطبعا يعني الاطفال والناس الكبيره عدى على يعني كلنا كبني ادمين على هذا الكوكب في اخر 30 40 سنه، لا احنا عشنا انجاز رهيب، عشنا بانديميك وعدى علينا بانديميك وتعايشنا معاه وعدينا منه، بس البني ادمين عامه which is very normal ان احنا we tend ان احنا ننسى، احنا بننسى we forget. فعشان كده من الحاجات اللي بحبها قوي الكتابه، ان انت تكتبي وان انت ترفلكتي وان انت الجورنالينج اللي هما بيسموه مش يوميات، عشان الناس بتبقى فاكره ان انا هكتب يوميات وقصه حياتي وكده، بس اتس مور انتو ريفلكشن ان شاء الله لو كلمه. ومن التكنيكس اللي بحبها قوي اللي هي الجلاد، ان انت كل يوم تكتبي حاجه واحده كنت ممتنه ليها، حاجه واحده اتعلمتيها، حاجه واحده انجزتيها، وحاجه واحده كانت خفيفه لذيذه يعني delightful added كده a smile on your face. وسربرايزنجلي اول ما بدات التكنيك ده كنت بقعد كده مهنجه اللي هو انا كل يوم هتعلم حاجه جديده، فاكتشفت احنا كل يوم بنتعلم حاجه جديده، احنا كل يوم بيبقى في اكتر من حاجه بنبقى ممتنين ليها بس احنا مش عارفين هي بتبقى لحظه،
ان احنا في حاجات كتير قوي بتضيف ابتسامة على وشنا في وسط اليوم والزحمة والمعمعة، حتى لو كان من أسوأ الأيام اللي بتعدي علينا بيبقى في حاجة لطيفة. واكشلي الايام دي اكتر ايام بيبقى فيها حاجات لطيفه، لان انتي بتبقي قاعده مستنيه اللحظه دي اللي هي تحط ابتسامه على وشك في نص اليوم. وكل يوم بننجز حاجات، حتى لو حاجه بسيطه بس كل يوم بننجز حاجات. لو بصينا كده في الحاجات دي كلها وبدانا نريفلكت، لا يعني اكتشفت ان هي على قد ما الموضوع بسيط والموضوع ممكن ياخد 5 دقائق في اليوم، لا بيفرق، وبيفرق في طريقه بصيتك للامور والناس ما تعرفوهوش ان احنا بنعيد توصيل دماغنا فيزيكلي كمان، يعني مش سايكولوجيكلي بس، اكتشلي سايكولوجيكلي وفيزيكلي. التولز والتكنيكس والحاجات دي كلها والريفلكشنز دي وحتى القرايه والتعليم، الحاجات دي كلها بتعيد توصيل الوايرس في دماغنا، الطريقه اللي بنفكر فيها ونشوف المنظور. اعتقد انا اتكلمت يعني خلص، رديت على السؤال بحاجات كتير قوي لا يعني، حلو. حاسه ان انا عارفه، ما صدقت اخدت المايك، هاتي هاتي المايك كده يا برهان، بس خلاص اقعدي انت بقى ريحي كده وانا هتصرف. لا هو المايك بتاعك اصلا، انا حبيت فعلا ان انتي بينتي قد ايه يعني الترانسفورميشن كان لايك اكتر من 360 درجة، ان نورهان بقت واحدة تانية خالص. واحدة تانية خالص فكريا، بس اعتقد نورهان هي نورهان من زمان قوي، يعني دي نورهان اللي اهلها ربوها، هي دي نورهان اللي الفاليوز بتاعتها ودي القيم اللي هي اتربت عليها ودي الحاجات اللي هي عارفاها من وهي صغيرة، ككور فاليوز، حاجات اساسية، ودي الحاجات المهمة بالنسبة لي. بس يمكن انا ما كنتش اعرفها، يمكن انا ما كنتش مكتشفاها، يمكن اكتشفتها، عارفة لما بتجيبي قطعة كده ثمينة وتشيلي التراب من عليها وتلمعيها، انا I would say ده اللي حصل. فعلا هي المثل اللي انت قلتي عليه دلوقتي، فعلا لما يبقى عندك قطعة أثرية وتشيلي التراب من عليها، فكرة الضغط اللي بتقولي عليه ان احنا الجيل بتاعنا بقى شبه يعني ما بين الجيل القديم وما بين الجيل الجديد، فاحنا في النص محشورين، فميبي الحشرة دي خلتنا يعني يتراكم علينا من جوه التراب كتير، فالجيرني بتاعتك خلتك تشيلي التراب ده وتفتحي بقى البوكس وتشوفي ايه اللي جوه. وما كانش بانجا بوكس الحمد لله، لا كان البوكس الحمد اللي لله. كان فيه لايك الكنوز بتاعتك، الكور فاليوز بتاعت نورهان، وبدأتي دلوقتي تعيشي بيها بقى. يعني الاول مثلا كنا بنمشي تبع السوسايتي والشغل والدنيا زي ما بتقولي، اللي هو انا عندي وقت للناس كلها بس ما عنديش وقت لنفسي، فدلوقتي لا انا بقى هعيش وفقا للكور فاليوز بتاعتي دي واحط نفسي ضمن اولوياتي برضو. حاجة من الحاجات اللي قلتيها الحلوة قوي فكرة انه الكيرلي هير، وانا شفت برضو عندك على الكونتنت بتاعك على انستجرام بتكلمي على فكرة السيلف لوف، كلميني عن الجيرني بتاعت السيلف لوف. اكلمك عن الجيرني بتاعت السيلف لاف. بصي، مفهوم السيلف لاف من اكتر الحاجات اللي بتبقى صعبه قوي ان انا اشرحها، لان هي there is very thin line، خط رفيع قوي 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 ما بين حب النفس وحب الانا. حب النفس، انت بتحبي نفسك، انت في علاقه بينك وبين نفسك حلوه. حب الانا هي الانانيه والغرور، ف it's a very 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 thin line. فساعات كده لما باجي اشرح الناس بتبدا اللي هو ايوه عايزاني ابقى انانيه، يعني اللي هو لا يا كبير، it's a very thin line. فهي في اي حاجه، معظم الحاجات عامه، it's all about the balance، ان انت تعرفي امتى الخط الرفيع، فين الخط الرفيع بتاعك انت، لان الليمت بتاع كل واحد فينا مختلف وما تعديهوش. حب النفس والسلف لوف، ببساطة السلف لوف ان احنا محتاجين مبدئيا نفهم ايه الكونسبت. الكونسبت ان هو هل ان انا اخد بالي من نفسي ومن شكلي ومن شعري، ولا ان انا ابقى بعمل الحاجات اللي انا بحبها، ولا ان انا يبقى عندي الوقت بتاعي كل يوم، ولا اعمل ايه. هي ملهاش ماسكة، لان كل واحد البريفرنس بتاعه مختلف، كل واحد الحاجات اللي بيحبها مختلفة. يعني ما ينفعش أقول لك نورهان بصي عشان تحبي نفسك محتاجة تروحي للكوافير مرة في الأسبوع، ومحتاجة تقعدي كل يوم ربع ساعة تقري، لأن أنت ممكن ببساطة ما تكونيش بتحبي القراية، وممكن يكون مشوار الكوافير ده ما بتحبيهوش أصلا.
فهي ان احنا يبقى عندنا مساحة مع نفسنا، عندنا علاقة مع نفسنا، عارفين احتياجاتنا النفسية والفكرية والجسدية كمان، عايزين نعرف الحاجات دي كلها. لان انا لو انا بحب نفسي وعندي علاقة مع نفسي وفاهمة نفسي كويس، هبقى فاهمة ان انا محتاجة اروح مثلا للدكتور لو سناني وجعاني، او اخد بالي من نفسي، او اعمل تشيك اب، ان انا محتاجه اكل اكل كويس، مش عشان انا بعسف نفسي مثلا، او ان انا عايزه اخس عشان خاطر شكلي يبقى حلو، عشان ابقى شبه ما اعرفش مين، او اعرف البس ايه. لا، انا بحافظ على جسمي، انا بحافظ على صحتي، عشان انا اي فاليو ماي سيلف، انا شايفه قيمه نفسي وعارفه قيمه نفسي، ان انا عندي وقت لنفسي. ومش معنى وقت لنفسي ان انا ابقى قاعده سايبه الدنيا تضرب تقلب كلهم بقى، فاهمه؟ عارفه اللي هو عارفه الصوره اللي هي بتاعت الدنيا ولا وراكي وانتي قاعده مبتسمه او بتشربي حاجه، مش كده خالص. بس عامله بالظبط زي لما انتي عندك شغل، او عندك طفل، او عندك حاجه، عندك مواعيد، عندك تمرين بتلتزمي بيه، عندك ميتنج شغل لو الدنيا فيها ايه بتلتزمي بيه، عندك مثلا بتقابلي حد من صحابك كل فترة عشان لازم، عشان هي محتاجاكي في أي حاجة، بتفضي الدنيا وبتنزلي عشان تشوفيها لو فعلا الموضوع ضروري. نفس الكونسبت بالظبط بتطبقيه على نفسك. هل انتي نفسك أقل من ان انتي تفضلها حتى لو 10 دقايق تقعدي، ان شاء الله تقعدي ما تعمليش حاجة، او تعملي اللي انتي بتحبيه، مش محتاجة أكتر من 10 دقايق، ومش لازم كل يوم يا ستي، كل ما معنا يعني كل ما السكاديول بتاعك وحياتك تسمح لك. بن أندر استيميت قوي القدرة بتاعت ال10 دقايق أو ال5 دقايق أو حتى الدقيقتين الريفلكشن لنفسنا، أو إن إحنا نقعد كده لحظة صفا حتى لو دقيقة، بنستكترها على نفسنا، وفي نفس الوقت مش عارفين قدرتها ممكن تعمل معانا ايه، وبنخاف لما تيجي. when it comes to self love، من الحاجات اللي بنخاف منها قوي، او من الحاجات اللي بتأثر علينا قوي في السلف لوف، هو رأي الناس. في فرق كبير قوي ما بين ان احنا بنسمع رأي الناس عشان ناخده ونبني عليه ان احنا نبقى احسن، على ان احنا بناخد رأي الناس وبندور على بنبصش غير على النظارة بتاعت الناقص فينا، وعلى طول نحس ان هي لأ I'm not enough، لأ انا ناقصة، حتى ما اعرفش مين قالت لي ايه، وما اعرفش مين قال لي ايه، ومش عارف. فهي برضو النظرة اكتر ما هي على الناس هي علينا، وبرضو اختيارنا للدايرة اللي حوالينا. ما احنا ما ينفعش اروح صاحب وابقى في دايرة وابقى عايشة مع ناس مش شبهي، فانا ما هو انا مش شبهي اصلا، الناس دي مش شبهي ومش زيي، فعلى طول هبقى غريبة عنهم، على طول رأيهم هيبقى مختلف، على طول هبقى شايفاهم مختلفين. واحنا كبني ادمين غصب عننا بنقارن. مجاي بقى للمقارنة بالانفتاح اللي احنا فيه، بالسوشيال ميديا، بالاكسبوجر الرهيب، بالفارينس الرهيبة في، هقول لك حتى على ليفل مصر، مش هقول لك على ليفل العالم، الفارينس الرهيبة في اللايف ستايلز وفي المايند سيتس، على طول بتبقي حاسة انت في حالة تشتت، وما بتبقيش عارفة هو انت شبه مين. وطبيعي ان احنا كبني ادمين بندور على اللي شبهنا، يعني على طول ماشيين بندور كده على مين شبهنا، بنحاول نشوف اللي شبهنا، عشان يعني بني ادمين من قديم القزل، ايه، من قديم الازل، وهما بيدوروا على اللي شبههم، عشان كده بيبقى فيه قبائل، الناس اللي شبه بعض، شبه بعض كالتشرلي، شكلا، اتيتيودا، عيشه، كل حاجه. فعلى طول احنا بنقارن، فبتحس ان انت على طول انت مش شبه اللي حواليكي، لا لايف ستايل ولا شكلا ولا اتيتيودا ولا اي حاجه، فبيحصل لنا حاله التشتت الرهيبه دي. فنرجع تاني بقى نقول، هي علاقتنا بنفسنا وان احنا كده عارفين احنا مين وعايزين ايه، هي دي اللي بتساعدنا لما تيجي وقت الكومباريزن، او لما بيجي وقت المقارنه، اللي هو على فكره مش معناها ان الشخص اللي قدامي غلط، مش معناها ان الشخص اللي قدامي وحش، مش معناها ان الشخص اللي قدامي اي حاجه، غير ان هو الشخص اللي قدامي هو بيبريزنت نفسه، بس ده مش انا،
وبكل بساطة دي مش حاجة شكلها حلو، لأن في الآخر برضو اللي محتاجين نبص عليه إحنا ما بيبنناش، حتى بعيدا عن السوشيال ميديا، حتى بتروحي زيارة بتقابلي حد من صحابك مش هتنزل تروح رص مثلا حد بقالك كتير ما شفتيه، مش هتنزل ترص لك كل الحاجات الوحشة اللي حصلت لها في حياتها. بالعكس الناس بتحب، إحنا بنحب كلنا عادي، ده طبيعي، إحنا نتكلم عن الحاجات الحلوة، فمش هينزل ترص لك الحاجات الوحشة، ترص لك الحاجات الحلوة. فا good for them وبرافو و need to acknowledge ان هما they are doing well، بس في نفس الوقت هل دي حاجة انا عايزاها؟ هل دي حاجة انا مهتمة بيها؟ هل دي حاجة انا حباها؟ دي الأسئلة اللي المفروض نسألها لنفسنا. وحتى لو الإجابة كانت طيب ممكن نشوف بقى الشخص ده بدل ما بنحوله ان احنا بنقارن نفسنا بيه بس، نبدأ نحوله ان احنا طب ايه ده؟ عملتيها ازاي؟ ممكن يبقى مش لازم رول موديل، بس ممكن ناخد الاكسبيرينس بتاعتهم ونبدأ نتعلم منها، تطلعنا لقدام مش تنزلنا لتحت، او يعني طلعنا لفوق طلعنا ما ترجعناش لورا. انا بقول كلام عكس بعض دلوقتي، بس فنستخدم الاكسبيرينس بتاعتهم دي ان دي حاجة تساعدنا، مش حاجة ان هي نقارن نفسنا وخلاص. واحنا ما بنشوفش برضو الناس دي عدت بايه، فممكن الحاجات اللي عدوا بيها والستراجلز اللي عدوا بيها تبقى دروس لينا احنا. بس تاني هقول لك، هي احنا بنبص لها ازاي، وفي الاخر ان احنا نلاقي البالانس. وطبعا احنا مش ملائكه مش بجناحات، عادي جدا ان احنا هنقارن، يعني بتحصل، بس الفكره ان احنا لما اول ما المقارنه تبدا تحصل يجي لنا كده زي الارم، خدي بالك انت بتقارني، خدي بالك انت داخله في اللوب بتاع المقارنه، فنبدا نريالايز اللي احنا بنعمله ونبدا نغير الحكايه. بس فيعني بص، سيلف لاف قصتها طويله قوي وكل واحد مختلف. السيلف لاف في ناس عندها الكونفيدنس مثلا في طريقه تفكيرها، عندها الكونفيدنس مثلا ان الكارير بتاعها او ان حياتها او ان اهلها او ان عيلتها او ان اولادها بيدوها الكونفيدنس ان هي مثلا ام عظيمه، وان هي شيز دوينج ريلي ويل كأم، او حد بيعمل شغال كويس قوي شيز ريلي دوينج ويل وذ ذا كارير، او ميكس، او ان العيله او بس تيجي مثلا يبقى عندها مشكله في البودي ايمج. فهي ما عندهاش مشكله في الكونفيدنس ككل، هي محتاجين بقى ندخل كده نقعد ندق ديب ونحفر ونعرف السبب جاي منين. ف ده اللي اقدر اقوله عن السلف لوف. حاسه ممكن اكون نسيت حاجات، لان هو توبيك كبير قوي وبحر. دي حقيقة فعلا. عارفة فكرة انه المقارنة عجبني قوي، يعني احد برضو حاجات علامات السيلف لاف ان احنا بنأكتبت. يعني انت دلوقتي بتقولي طبيعي ان احنا نقارن وهنقارن، يعني بالظبط. فكرة ان احنا متقبلين لحاجة. يعني في عادة كده في اتجاه اللي هو ايه، لا لما تلاقي نفسك بتقارني فرامل وارجعي، اللي هو يعني دي مثلا عادة مش كويسة فاحنا بنحاول اللي هو ايه نوقفها بالغصب. فلما هحاول اوقفها اكشلي هتحصل زياده، هي مش هتقف، هي هتحصل زياده ويبقى الستراجل اعلى. بس فكره انه انا اكسبت وقلت جو وافكر بقى اللي هو ايه، خلي بالك طب انت هتخشي في اللوب، طيب انا الستوري بتاعتي مش زي الستوري بتاعت الاكس واي زي اللي احنا بنقارن بيه. برضو عارفه يعني في حاجتين في الحته دي بالذات، لان انا شخصيا كمان لا ازال بمر بيها، كنت بمر بيها ولا ازال اكيد. بس الفكره انه كتير قوي انفلونسرز او ناس على السوشيال ميديا بيوروكي دايما النص الحلو في حياتهم، ما بيوروكيش الاستراجلز اللي هما بيمروا بيها، فبيطلعوا لك حياتهم مثاليه. يعني في صوره كده كانت مشهوره جدا ان انا سويت حته في المكتب اللي هتطلع في الاطار بتاع التليفون بتاعي اللي هاخد فيه الصوره، بس بقيت المكتب اكشلي شكله مش حلو خالص ومش مترتب. فهي دي السوشيال ميديا، انه انا ببين لك الحته اللي انا عايزاكي تشوفيها. بس في ناس الحمد لله بداوا يكونوا more honest و more open ان هما يتكلموا في الستراجلز اللي في حياتهم، ودي حاجه بتحسس الناس الفولورز بتاعهم انه ايه ده انت زيي، انا مريت بالحاجه دي، ايه ده انت زيي. يعني بداوا يحسوا ان هما بني ادمين على فكره زينا زيهم بالظبط. وعلى الصعيد الآخر فكرة إن إحنا بقى لما نيجي نقارن بنقعد نبص لنص الكوباية الفاضي، إن إحنا هي مثلا عندها عربية ماركة معرفش إيه، أنا ما عنديش، أنا لو عندي آيفون مثلا 13 لا هي عندها آيفون 15، طب أنا ليه ما عنديش ده؟ فبنقعد نبص لنص الكوباية الفاضي. إزاي بقى نحول وجهة نظرنا إحنا
من احنا نبص لنص الكوباية المليان. هي لو هنبص على النص الفاضي والنص المليان، هو انت من الحاجات اللي ممكن تبدأي تتعلميها وابارت من السلف لوف، من الفكرة دي ومن المقارنة، احنا بنتن كبني ادمين، وده اللي اتربينا عليه في المدارس، وده اللي اتربينا عليه في الشغل، وده اللي اتربينا عليه عامة وورلد وايد مش بس في مصر، ان انت بتشوفي ايه اللي على طول اسمها ديفلوبمنت، محتاجة تشوفي ايه اللي ناقص عندك وايه اللي عايزة تحسنيه وتشتغلي عليه، ايه اللي ناقص وتشتغلي عليه. عمرنا ما اتعلمنا فكرة ان احنا to utilize what you're good at already، ان احنا نشوف ايه اللي احنا already كويسين فيه ونشوف بنعمله ازاي ونشوف احنا كويسين في ايه، وهو ده يبقى السوبر باور بتاعتنا اللي احنا عايشين بيها. يعني عاملة بالظبط زي لو انتي مثلا حالتك المادية مش أحسن حاجة for instance، أو مش أحسن حاجة يعني، حالتك المادية على قدك بس علاقتك بأهلك كويسة جدا، وأهلك very healthy، وأهلك الحمد لله كويسين وبصحتهم، وعلاقتك بيهم كويسة، وعندك عيلة تعتمدي عليها وهم سندك في الحياة. أوكي، أنا هتكلم على حاجتين بس اللي هي العيلة والفلوس. هي الفكرة إن أنتي النص المليان عندك هو العيلة، والنص الفاضي عندك هو الحالة المادية. مش معنى ان انتي راضية وان انتي شايفة ان العيلة دي هي اللي بتقويكي، والعيلة دي ان هي سندك، وان الحمد لله ان اهلك كويسين، ان انتي ما يبقاش عندك طموح. بالعكس، انتي يبقى عندك طموح، بس في نفس الوقت انتي مقدرة اللي موجود عندك، وهو ده اللي بتستخدميه عشان تطلعي بيه لقدام. تاخدي رأي أهلك في شغل معين، هما أكتر ناس عارفينك، لو عايزة تعملي برودكت هما اللي يساعدوك، إخواتك هما ممكن يبقى الشركاء بتوعك، فأهلك ممكن هيدوكي فيدباك أونست، يعني هو ده الإنجن اللي هيساعدك في القدام عشان تملي الحتة بتاعة الفلوس. لو هنعكس الآية، لو أنتي الفلوس عندك كويسة مثلا وعلاقتك بأهلك مش أحسن حاجة، ده الفاضي عندك وده المليان، فهتعملي إيه؟ فلوسك وحالتك المادية كويسة، هتحاولي ان انتي تستخدمي الفلوس دي لو انتي مش عارفة تصلحي مثلا، تروحي يا ستي لثيرابيست، تبدأي تحاولي تصلحي العلاقة، تحاولي تبدأي تفهمي ايه المشكلة مع الاهل، تحاولي تستخدمي الفلوس دي ان انتي تساعدي الناس اللي حواليكي، ان انتي تانجيجي او تبني او volunteering للي حواليكي، ده هيديكي sense of belonging. يعني انتي mainly when it comes to the family ساعات بتحصل ان هي it's hopeless case، احنا ما نقدرش نغير حد، ولو ما حدش عايز يتغير مش هيتغير، فانتي بتحاولي تعملي اللي عليكي، بتحاولي تفهمي نفسك، بتحاولي تفهمي ايه اللي في العلاقة، بتحاولي تشتغلي على ده، and this is what you focus on. خلاص، وانتي اللي هيساعدك المادية اللي عندك ان انتي you have the resource ان انتي تروحي تانفستي في ان انت تفهمي اكتر، وان انت تجيبي حد بروفيشنال وحد سبيشالايزد يساعدك في ده، وفي نفس الوقت فور ذا سنس اوف بيلونجينج انت تقدري تستخدمي الفلوس دي ان انت برضو تروحي تبني كوميونتي وتساعدي الناس اللي حواليكي. اند ذا باور اوف ان انت فولنتيرنج وان انت تعملي مش بس فلوس، بس ان انت بتساعدي وان انت بتحسني حياة الناس التانية، هيساعدك جامد قوي في فكرة العطاء. ففكرة ان انت تحاولي تفهمي اللي الناس التانية بتعدي فيه، وفكرة العطاء، وفكرة ان انت بتساعدي، هتساعدك برضو لما تيجي تبصي على اهلك من الناحية التانية، ممكن تشوفي هما ممكن يكونوا they struggle كتير قوي في حياتهم عشان خاطر توصلي اللي انت فيه، او يعلموكي، او انت او اخواتك، وانت ما كنتيش مثلا بتابريشيتي ده في الوقت ده، فهي سيناريوز كتير قوي. بس هرجع واقولك، هي احنا محتاجين نستخدم اللي عندنا خلاص to empower us للي احنا عاوزينه. وقبل بقى كل ده، هو احنا عايزين ايه اصلا؟ احنا السوشيال ميديا والميديا ومن ايام التلفزيون، من ايام الابيض واسود، والاعلانات اللي موجودة في الشوارع حتى لو مش سوشيال ميديا، مسجز كلها بتقولك be a consumer، خليكي استهلاكية، انت عشان تبقي مبسوطه محتاجه احسن عربيه، انت عشان تبقي مبسوطه محتاجه تلبسي احسن لبس، انت عشان تبقي مبسوطه محتاجه تعيشي في بيت ما اعرفش فين، انت عشان تبقي مبسوطه لازم تسافري وتصيفي ما اعرفش فين. فانت كل المسجز اللي جايه لك
بتقولك ان انت عشان تبقي مبسوطه محتاجه تعملي 1 2 3 4 5 6 7. بس لو انت عندك علاقه مع نفسك وعارفه انت عاوزه ايه، او حتى مش لازم تبقي عارفه انت عايزه ايه، ان هو هقول لك انت عايزه ايه نورهان دلوقتي، فتعرفي تجاوبيني وتقولي لي انا عايزه 1 2 3. بس اتليست ان انت تبقي عارفه انت عايزه ايه. فهي تاني عايزه ايه دي مش بالسهوله فكره انا عايزه ايه فانت سؤال وهتجاوبي عليه. عايزه ايه بتاخد وقت وبتاخد وبتتغير على فكره من مرحله عمريه لمرحله عمريه، وبتتغير من احتياج لاحتياج. وبعد كده ساعات بتبقي كلنا عارفين من واحنا اطفال صغيرين يعني ان يعني انت مثلا بتبقي انا عايزه دي دلوقتي، انا من واحنا اطفال انا عايزه اللعبه دي دلوقتي، وحياتك كلها تتمحور حوالين اللعبه دي. وبعد ما اللعبه دي تيجي بتدوري لك على حاجه تانيه، وبعد ما اللي بعدها يجي انت بتدوري على حاجه تانيه. وبنكبر الهدف بيبقى ان احنا نشتغل، اشتغلنا الهدف از ان احنا مثلا عايزين نبدا نسافر ونكسبلور، بدانا نسافر ونكسبلور، طب ايه ده مش وقت بقى يبقى عندنا فاميلي فعايزين نعمل فاميلي، وهكذا. الاحتياجات ما بتختلفش. وبعد كده خلصنا كل الحاجات دي، عايزه اجيب عربيه، جبتي عربيه. طب حاسه ان انا عايزه اجيب بيت اكبر، جبتي بيت اكبر. حياتك هتتمحور على ان انا طب ايه ده انا عايزه مثلا اصيف فما اعرفش فين، فروحتي صيفتي فما اعرفش فين. ايه ده انا عايزه اغير ستايل لبسي، طب انا عايزه اقص شعري. هي ما بتخلص، which is normal, this is life and it keeps going and going and going. بس هل ده اللي احنا عايزينه او ده اللي احنا محتاجينه؟ هنا بقى بيفرق السؤال ما بين الاحتياج وما بين اللي عايزينه. لان احنا اي حد هتقولي له تعالى عايز ايه، عارفه بيطلع لك مصباح علاء الدين، ومن غير مثلا عدد من الوشز الوشز بتاعتك مش هتخلص. بس لو مصباح علاء الدين طلع لك وقال لك انا عايز هي اخرك 3 حاجات، هتبداي تفكري وهتبداي تبذلي مجهود وهتبداي ترفلكتي على حياتك وهتبداي ترفلكتي على اون ذا فيوتشر وان ذا بريزنت، وتبداي تفكري عشان تركزي في 3 حاجات اللي انت عايزه تطلبيهم عشان تطلبيهم صح. اسيومت نفس الفكره بالظبط، ركزي في اللي انت عايزاه، ايه اللي انا محتاجاه، انا مين ومحتاجه ايه. بس يعني ده اللي اقدر يعني عشان ما لخبطش الناس، عشان فيها اسبكت كتير. بس بكل بساطه انا مين محتاجه ايه، لما ابقى عارفه انا مين ومحتاجه ايه، فهاجي اشوف الناس التانية اللي حواليا، اللي جاب بيت واللي جاب عربيه واللي عايش عيشه مش عارفه ازاي واللي راحت شكلها بقى عامل ازاي واللي قصت شعرها واللي لونت واللي خست واللي تخنت وي 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 واللي اتجوزت واللي سافرت واللي راح واللي جه واللي اشتغل واللي اترقى. حلو، كل الحاجات دي حلوه and all of this are accomplishments وجود فور ذم وبرافو. ولازم احنا يعني مختلفين واحتياجاتنا هتبقى مختلفه والانترست بتاعتنا هتبقى مختلفة، فوي نيد تو اكنولج ان احنا نبص للناس دي بعين ان هو جود فور ذم، واكيد هم تعبوا فيها واكيد جات لهم لسبب وربنا يكرمهم. بس هل بقى انا عايزة ده؟ فتاني هنرجع نقول لو انا فعلا ده اللي انا محتاجاه، فانا محتاجة اعرف الناس دي عملت ايه عشان اخدهم واتعلم، يعني اخدهم مش اخدهم من اخد الاكزامبل بتاعهم ان ده حاجه اتعلم منه، لان هو احنا بنشير نفس الانترست الحاجه اللي انا عايزه اوصل لها. او لو ده حاجه انا مش عاوزاها I need to acknowledge ان الناس دي عملت accomplishment good for them، بس انا اركز في حياتي انا اركز في طريقي انا. وتاني احنا برضو ما ينفعش نقول ايه ده انا عايزه حياه الشخص ده، هو لا يا جماعه ما بتتاخدش ما بتتعملش كده. يعني ممكن نقول عايز حاجه، هي حاجه لان احنا مش عارفين الشخص اللي قدامنا ده عايش ازاي، يعني عايش ازاي وستراجلز ازاي. وانتي قلتي الانفلونسرز، الانفلونسرز هم السليبرتيز والممثلين بتوع الجيل ده بتوع العصر اللي احنا فيه. هل يعقل ان انتي تقولي ان انا مثلا عايزه ابقى زي عادل امام؟ انتي what do you know about عادل امام؟ What do you know about his life؟ ولا بيعمل ايه، ولا حياته، ولا روتينه، ولا الحاجات اللي عدى عليها في حياته، ولا الستراجلز، ولا الحاجات اللي خسرها، ولا الحاجات اللي اتنازل عليها. نفس الفكرة بالظبط، هما الانفلونسرز are on the social media، شغلانتهم is to entertain. نفس فكرة الممثلين، مش معناه ان هما بيمثلوا عليهم، بس هما they are here to entertain، they're only showing ال part بتاع ال entertaining. انا عندي سؤال، لو انت دلوقتي في واحدة انفلونسرز انفلونسر قررت ان هي تديكيت السوشيال ميديا بتاعتها بس كلها لكل الحاجات الوحشه اللي حصلت لها في حياتها، هتتفرجي عليها؟ you'll follow her؟
هتبقي حاسه ان انت عايزه تدخلي تشوفي ايه اللي بيحصل. ومش she doesn't share only this only this الحاجات النيجاتيف بس، وقد ايه هي مظلومه في الحياه وقد ايه ان هي مبهدله في الحياه. لا بجد حسيت ان لا كلامك لمس يعني عارفه بوينت كده حساسه قوي، اللي هو لا فعلا احنا بنتابعهم عشان بيوروكي الحاجات الحلوه الحاجات الجلامرس في حياتهم، لكن لو وريتك ما وراء الكواليس فعلا مش هتتابعيها. بالظبط، او ممكن تتابعيها out of curiosity for some time، بس مش تقدري تفضلي على طول تتفرجي عليها كل يوم. يعني ممكن تتابعيها شهر شهرين، عشان ممكن انت out of curiosity كبني ادمين، احنا عامه عندنا بارت الحشري ده بنبقى عايزين نعرف ايه ده، طب انت ايه اللي حصل لك، ايه بقى، بس بعد شويه اللي هو طب خلاص بقى معلش، عارفه اللي هو معلش احنا اسفين خلاص ان شاء الله تبقي كويسه. هتوصلي المرحله دي، عامله بالظبط لو حد عندك من صحابك حد شكاء بكاء 24 ساعه بيشتكي، بتيجي ات بوينت اه هم صعبانين عليكي، اه انت بتحبيهم، اه على راسي انزلي يا حبيبتي فضفضي كل حاجه، بس بتيجي ات بوينت ان هو طب خلاص، ها البلاك كوميدي اللي احنا عايشين فيه ده ما بينتهيش. ونفس الفكره لو واحده صاحبتك على طول فرفوشه ولذيذه والحياه بامبي والدنيا لطيفه، ساعات انت بتبقي يور داون محتاجه تقعدي حد مع حد من صحابك تحكي تحكي، وحتى مش عايزه نصيحه بس تحكي تفضفضي. برضه مش هتروحي تنزلي مع صاحبتك ال 24 ساعة فرفوشة والضحكة من هنا لهنا وعلى طول هزار وكل حاجة هزار، كل بقى ما تيجي تحكي لها مشكلة تقعد تضحك عليكي، اللي هو لا برضه مش هينفع. فهو اتس ذا بالانس، هو الخط ما بين ده وده. فمحتاجين بس نفرق ان هو يا جماعة الناس اللي على السوشيال ميديا دول this is their job، دي شغلانتهم و this is a profession دلوقتي. رضينا بقى ام لم نرضى، مش عاجبانا الفكرة مش مقتنعين بيها، it's a job وبدأت تبقى جوب، زي ما في جيمرز ناس بتلعب جيمز على اللابتوبس يس، وممكن يكونوا بيقبضوا احسن مننا، دي شغلانة يا جماعة، بس دول ناس this is their passion، دي حاجة this is their path they are good at. ما ينفعش اجي اقول اه ما هو انا عايزة اعمل ده عشان it's easy money، if the money الفلوس هي اللي بتحركني then ده مش انا، ده مش حاجه بترفلكت مي، مفيش حد مش عايز فلوس، يعني it makes life more easier، بس ده ما ينفعش يبقى التارجت، يعني ما ينفعش يبقى الهدف ان انا عايز فلوس. الناس دي ما كان لما بدات على فكره ممكن يكون كان في ناس منها هدفها فلوس، بس هما لما بداوا this is something they are naturally talented at، ودي حاجه يقدروا يكملوا، لان اي شغلانه ايا كانت starting من الانفلونسر الجيمرز حتى السي اي او، شغل على فكرة هي شغلانة ومحتاجة consistency ومحتاجة تعب ومحتاجة تفكير ومحتاجة planning ومحتاجة شغل. فلو انت ما بتعمليش حاجة انت حاسة ان انت عندك ال proficiency وعندك عندك passion او فاهماها او عارفاها، مش هتقدري تكملي فيها. هتيجي at a point ومع اول وقعة هتنهاري، لان دي مش بتمثلك. وده مش معناه ان الناس تشيل شغلانتها بس في كل الشركات وكل حاجه، لان في الاخر احنا بنتعلم، احنا قدرتنا ان احنا نتعلم مهوله مهوله، بس في الاخر ممكن نتعلم حاجه ونكتشف ان هو مش احنا تمام، فهنبذل مجهود ونتعلم غيرها. من الحاجات من لعنه الجيل اي ثينك والاجيال الجايه از الشورت كاتس، الشورت كاتس وال عايزين شورت كات، يلا اللي بعده يلا اللي بعده، عايزين اسرع 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 اسرع، يمكن عشان البيس بتاعت الحياه بقت سريعه، فاحنا مش عايزين ناخد الترديشنال واي ان احنا نتعلم ونعرف ونجرب ونشوف ونجرب تاني نفعت ما نفعت وهكذا. بس هي الحياه عباره عن تجارب، لو ما جربناش يبقى احنا ايه؟ هنعرف منين يعني؟ ما هو انا لو ما جربتش ما ينفعش ابقى عايشه بسال نفسي اسئله مش عارفه اجابتها لان انا ما جربتش. يعني هاجي اقول لك مثلا انت بتحبي مثلا لاتسي على الاكل، هل انت بتحبي السوشي؟ لو انت ما جربتيش السوشي هتقدري تقولي لي؟ ممكن بقى تبداي تاخدي القصه الافلاطونيه بتاعت انا بحب السمك بس مش عارفه لو السمك ني فما اعتقدش ان انا بحبه، بس انا مش فممكن تعملي كده، بس هل هتقدري تقولي انا بحبه ولا يعني تجزمي في الاه او لا؟ بصي، هو انا جربته فانا بحبه، بس هي الفكره انه في another way بقى، انه انا اقول لك الشائع
عارفه اللي هو لا 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 سوشي ايه سوشي ده، الناس كلها بتقول السوشي ده طعمه وحش وبتاع. اي كتير قوي بحصل على الرد ده كمثال يعني على السوشي. بس لما باجي اسال بقى الشخص طب جربتيه، يعني بعد ما قلتي ان هو وحش وايه ده يوي سمك ني وبتاع، طب جربتيه؟ تقولك لا. طب انتي بتقولي بناء على ايه؟ وظيفة في 3 ways بقى في الموضوع. ما بالظبط صح، انت صح، انت نورتي لي حته دلوقتي ال 3 ways. عامله بالظبط زي كده لما حد بيحاول يبعد نفسه عن حاجه او يكره نفسه في حاجه او ما يحبش حاجه فيكذب الكذبه ويصدقها. فعلا يكذب يعني الكذبة ويصدقها، او ياخد بقى الكلام اللي الناس بتقوله عمياني من غير ما اجرب، من غير ما اشوف انا لنفسي، وهو ده كلام مسلم بيه. بالظبط بالظبط، ودي من اخطر الحاجات اللي ممكن حد نعملها. يعني ممكن اقول لا، ممكن اقول لك لا، وممكن اقول لك انا ما بحبش اجرب، احسن من اللي اتقال ده، ان هو انا ناخد كلام الناس عمياني وامشي مسلم بيه. يعني دي من اخطر الحاجات اللي ممكن اي حد يعملها، لان عامله بالظبط كده زي you're faking your identity. حلوة قوي الجملة دي، يعني انه انا واخدة identity بس هي فيك، لان هي عبارة عن تشكيلة بقى، يعني الحتة دي عشان فلان قال كذا، والحتة دي عشان علانة قالت كذا. طب انتي فين؟ بالظبط انا ميكس، ميكس من كل اراء الناس اللي حواليا، لكن انا ماليش رأي. فحلوة قوي فعلا فيك identity. يس، اتس فيك ايديا، حته من هنا وحته من هنا وحته من هنا، واعتبرت ان ده انا. ثانك يو. اوحتيلي فكره فيديو اوحتيلي، فانا هكتب وراكي دلوقتي، اوحتيلي فكره فيديو. فعلا زي ما قلتي. طب في حاجة كده قلتيها في أكتر من إجابة على أكتر من سؤال، عايزة بقى أجمعها كده as in of like سؤال وحدها. الأول كنت بتقولي إن أنت حياتك كانت عندك وقت لكل الناس ولكل حاجة إلا أنت، بعدين بدأت تحسي إنه لأ، طب أنا محتاجة أحط لنفسي أولوية، وقلتي مثلا التكنيك بتاع جلاد، وأنا أول مرة أسمعه، وانا شفته عندك فعلا على الريلز مكتوب، وانا بجربه يعني I'm willing to try صراحة. فبدأتي تحطي وقت لنفسك. بس از نورهان مثلا، فكرة ان انتي برضو قلتي ان احنا ما بين الجيل القديم وبين الجيل الجديد وسرعة الحياة والمايند بتاعت ان احنا كونسومرز و تحسي ان الدنيا بقت زحمة، it's too much too much جدا. فازاي وسط كل ده نلاقي، يعني باخد بالي قوي منها، بحس في كده mindfulness ان انتي مثلا تصوري ستوري حطيتي اكل العصافير الصبح فتصوريها، بحس بكمية هدوء في ستوري زي دي، اللي هو فكرة ان احنا نسلو داون ونقف كده لثانيتين ثلاثة وبس، يعني نشد الفيشة اللي جوه، ويعني to be in the moment، نكون present فعلا، مش في دماغنا. فازاي نوصل للمرحلة دي ان احنا نسلو داون، ويعني slow down as in احنا نبقى mindful في الدنيا الزحمة والمسؤوليات والمشاغل اللي حوالينا دي. بصي، slowing down في وسط كل اللي انت قلتيه ده بيبقى ما بيبقاش سهل، بس اول بتبداي بحاجات بسيطه، يعني بتبداي بالحاجات اللي تحبي تعمليها. كل اللي محتاجه تعمليه از ان انت في الدقيقه دي كوني موجوده. يعني هقول لك ابسط حاجه، معظمنا بيشرب قهوه، امتى اخر مره أخدتي كده دقيقة إن أنتي تقعدي تشربي القهوة من غير ما تبقي ماسكة موبايلك، أو من غير ما تبقي تتكلمي مع حد، أو من غير ما تكوني بتعملي حاجة على اللابتوب أو في المطبخ أو whatever، أو بتلبسي أو أيا كان، قاعدة ال purpose is الهدف إن أنا قاعدة بشرب القهوة، بستخدم حواسي كلها إن أنا أستمتع بالقهوة. يمكن دي الدقيقة دي هي دي بس كل اللي أنتي محتاجاه طول اليوم، لان مش كل الناس بتبقى عايزه تسلو داون حياتها. في ناس مبسوطه بالبيس بتاع حياتها دلوقتي، ويمكن هو ده اللي حياتهم محتاجاه في الوقت الحالي، بس الدقيقه دي it's your recharging moment. هي دي الدقيقه اللي بتجيبك هنا في اللحظه اللي انت فيها اللي انت عايشاها، هي دي تديكي لحظه التقدير. ومن اول ما تبداي بقى، عارفه لما بتدوقي حلاوه حاجه فهتبداي تكرريها في conversation مع حد بتحبيه، في مثلا في قعدة لذيذة، في فيو حلو، في لعب مع ولادك،
في اللعب. انا مثلا بالنسبه لي في اللعب مع سول وبيل مع كلابنا او التمشيه معاهم، حاجات صغيره هي دي اللي بتشحنك بقيه اليوم، هي دي اللي بتعرفه لما تبقي بالظبط كده طايره فوق الارض وبعد كده حد يجيبك كده يروح منزلك تجراوندي نفسك عشان بس تاخدي شويه انرجي عشان تعرفي تطلعي تاني. هي نفس الفكره، فهي سمول مومنتس small acts and it builds up. دي ممكن تبقى حاجة ليكي حلوة، يعني هي أكيد هتبقى حاجة ليكي حلوة، بس قصدي حاجة هتحبيها فتبدأي تزوديها، أو حاجة في اللحظة دي أو في المرحلة دي أنت مش محتاجاها بس بتعمليها على الأقل مرة في اليوم مرتين، بتشحنك بتديكي طاقة بترجعك لأرض الواقع للحظة اللي أنت فيها اللي هو إحنا دلوقتي وهنا. بس لا، حبيت كذا حاجة قلتيها. اصل انا يعني personally من بعد الغلا اللي حصل والاسعار وكده، كان بقالي فترة طويلة مثلا ما شربتش قهوة باللبن. عارفة انت ايه الاجرام ده؟ انت بتستخدمي لبن؟ ايه الاجرام ده؟ فعملت انا يعني بشرب قهوة سادة عادي، بس القهوة باللبن بالنسبة لي المزاج. فشربتها، عملتها، جيت حرفيا شربتها، حسيت ان دي اول مرة في حياتي اشرب قهوة باللبن، ان انا اول مره احس بيها فعلا. عارفه يعني حسيت ان دي يعني جود بوينت في فكره الغلا، ان هي بدا يعني الواحد بدا يحس بقيمه النعمه اللي في ايده فعلا، اللي كان واخدها فور جرانتد كده، اللي هو ايه يعني انا هشرب قهوه باللبن، ايه يعني في ايه. دلوقتي لما بقيت بشرب القهوه باللبن بحس اللي هو ياه الحمد لله ان انا تحصلت عليكي، فاهمه؟ أي ففكرتيني بالستوري اللي كنت حطاها في اول يوم العيد، اللي هو اللي بيشرب الشاي بلبن عمال يقول الله. الله ايوه الولد ده ضحكني من الله. ايوه بالظبط، احنا فكرتيني لسه بيها صح قوي. صح صح احنا لسه خارجين من رمضان، يعني في حاجات كتير قوي في اليوم كنا بناخدها فور جرانتد، بق الميه يعني احنا، بس ده طبيعي احنا كبني ادمين طبيعي ان احنا ننسى، فهي اللحظات دي بقى اللي بتفكرنا وبتحسسنا بحلاوه اليوم، بحلاوه الحياه، بالحاجات اللي عندنا، الحاجات اللي قد ايه الحياه حلوه وقد ايه ان احنا ربنا كرمنا وقد ايه ان يعني عطاء ربنا لينا كبير. عارفه اقول لك حاجه من اكتر الحاجات اللي على طول على طول بحاول افكر نفسي بس على طول بنساها؟ الكهرباء او الميه لما بيقطعوا. بصي بحس ان هو ايه ده، قد ايه حاجه بسيطه موجوده كل يوم واخدينها فور جرانتد جدا، بس بجد هي من اهم الحاجات اللي في الكوكب، الكهرباء والميه. تخيلي حياتك كده من غير كهرباء، لما بتقطع الكهرباء وبتقطع المية بتحسي ان هو لا لا لا، بحس بان هو انا اتشليت، يعني انت حتى مش يعني مش عارفة تسخني مية، مش عارفة ما تاخدي شاور، مش عارفة تغسلي وشك، يعني بتوصلي برضو كده الحاجات اللي هو دي نعم بس احنا واخدينها فور جرانتد. بس دي حقيقة. يعني الكهرباء مثلا لما تتقطع الواحد بيحس فعلا زي ما قلتي بالظبط، شلل، ان انت حياتك واقفة، اللي هو خايفة تستخدمي الموبايل مثلا من ورا الكشاف، خايفة الموبايل يفصل. طب لو لقيتي الباور بانك مش مشحون، طب انا كده موبايلي قرب يفصل، طب ما فيش واي فاي عشان افتح معرفش ايه، طب مش هنعرف مثلا ننزل في اسانسير. بتلاقي فعلا كام حاجة، ده جاست تو نيم فيو، بتلاقي حاجات كتيرة جدا فعلا انت لخصتيها شلل. فقد ايه حلو ان احنا نوقف كده as in like for a moment ونحس قد ايه فعلا في نعم في حياتنا كتير احنا واخدينها for granted. فلما نبدأ نحس بنعمة نعمة من دول، تحسي ان الحتة دي بتأدب up للبوينت اللي قبلها على طول، فكرة المقارنة. انا لو قعدت ابص يعني للنعم اللي انا واخداها، اتليست لو كل يوم حاجة انا واخداها for granted، هبدأ احس بالنص الكوباية مليان actually، وهبدأ أبص أقل للنص كوباية الفاضي. بالظبط بالظبط، وهتديكي باور ان انت تملي النص الفاضي. هي عارفه بالظبط، انت عايشه في النص الفاضي، فانت لا عيشي وانبسطي بالنص المليان بتاعك وانت بتملي النص الفاضي. حبيتها قوي. بصي، لا، في كام جملة كده عمالة تقوليهم، يعني الجمل دي عايزة تتبروز. لا فعلا تديك الباور ان انت تملي النص التاني، وفي نفس الوقت يعني عارفة انا كنت مثلا بقول، بشبه نفسي الكام يوم اللي فاتوا ان انا عاملة زي ما يكون مربوطة من رجلي في الساقية،
ففكرة ان انا مربوطة من رجلي في الشقة معناها ان انا يعني في زحمة الحياة وورايا كذا وكذا 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 وكذا، بس مش قادرة، يعني انا مشغولة باني بملي نص الكوباية الفاضي، فمش قادرة استمتع بنص الكوباية المليان، لحد ما بتلاقي ان في نعم من نص الكوباية المليان بتبدأ تروح منك، وترجعي تقولي يا ريتني كنت استمتعت بيها زيادة. فلا فعلا ان انا استخدم الحاجة دي، ان هي ان احساسي بنص الكوباية المليان استخدمه كوقود ليا، انه انا املي نص الكوباية الفاضي، وقال انه انا ام انجوينج الحبة المليانين اللي عندي. يعني تحسي كده، يعني عارفة توصلي لمعادلة موزونة بالظبط بالظبط، يعني فعلا. انتي لخصتيها، يعني لخصتيها بالمفيد. طيب إيه لو قلنا فكرة ان انا اول يعني انا الويل بينج بتاعي، انا اقول ان انا اول بصي، انا ايه مثلا مين تيبس از انه اكوتش، واز ان انتي مختصة في الويل بينج، واز ان انتي درستي بوزيتيف سايكولوجي وحياتك اوفر اول، ايه مثلا المين تيبس اللي تحسي او الهابتس اللي تحسي ان احنا محتاجين نبقى نقدمها في حياتنا؟ عايزة تيبس للويل بينج عامة اه انا ولا عارفه الويل بينج ليه دايمنشنز كتيره قوي او يعني ايوه شفتها عندك، بس لو بالظبط. قلنا كده يعني بوينتس كده، يعني تحسي ان هما يعني اهو حابه جاست نيم ا فيو. بصي، هما 8 يعني هما 8 بيكفروا الويل بينج بتاعتك. أهمية مين فين أو أنت عاملة كويس في إيه، دي حاجة سبجكتيف جدا جدا جدا، أنت اللي بتقرريها. It's you doing well. أنا مثلا بالنسبة لي، لو أنا مثلا هقول لك حاجة عاملة بالظبط، مثلا من الحاجات is the physical dimension. في ناس لما بتنام 6 ساعات ده كافي جدا لجسمهم و it's healthy for them، هما جسمهم كده. وفي ناس لو نامت أقل من 8 ساعات لا، هيصحوا تعبانين. ممكن يبقوا نفس الايدج، ممكن يبقوا نفس الجندر، ممكن يبقوا نفس كل حاجة، بس جسم ده غير جسم ده. فمن الحاجات، ما هو تاني الحاجات از ان انتي اتس فيري سبجكتيف، لان هي بترجع لك انتي كشخص، كفكر، كمشاعر، كجسم بس، وك كحتى يعني هي من البارت بتاعها السبيريتشوال، المينينج ان لايف والبيربس ان لايف. يور مينينج اند يور بيربس ات مايت بي ديفرنت ذان ماين. طب لو قلنا وانا انت، لا قولي 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 كمل. go ahead please. لا لا تفضل. لو قلنا طيب نكستمايز دم عليكي، يعني مثلا نورهان ايه ايه مثلا في يومك من ضمن الهابتس اللي بتعمليها بتحسي ان دي بتدعم الويل بينج بتاعك؟ اصل انا ممكن اسمع هابت انت بتعمليها احس اللي هو ايه، لا this is not for me، اسمع مثلا واحده اللي وراها اقول لا طب انا ممكن اجرب دي. يعني جلاد مثلا من تكنيكس اللي قلتيها، لا يعني انا كنت بعمل بس الجيل، هو لايك انا حاجه I'm grateful for دي، حاجه في روتيني كل يوم الصبح، فحسيتيني اللي هو ايه، لا طب ليه ما اجربش اعملها از انه جلاد اكتب الاربع حاجات دي، لا فدي حاجه مثلا انا هابلاي دي يعني ان شاء الله. الله. اللي هو according، فاهميني يعني احنا بنقول tips مثلا او habits، وكل واحد it's customized برضه زي ما بتقولي هي subjective فعلا. اوكي بصي، هقول لك الجلاد، يعني هقول لك الجلاد تكنيك، لان الجلاد بتسمع في كذا حاجه. الجلاد بتسمع ايا كان الحاجه اللي انت جريتفل فيها في اليوم، ممكن تسمع في كل تقريبا الدايمنشنز، او في كذا دايمنشن من دايمنشنز الويل بينج. الليرنينج هتسمع في 2 أو 3 دايمنشنز برضو. الاكومبلشمنت هتسمع في معظم الدايمنشنز. الديلايتفل برضو، يعني هي جلاد تكنيك، هي من الحاجات اللي هي اتس كويك كده، ايه كانك بصيتي في المرايه كده على يومك، لمسه كده. عارفه لما تبصي على نفسك في المرايه قبل ما تنزلي، الجلاد ده عامل زيها كده بالظبط، بتبصي على يومك كده في المرايه، تمام، ايه اللي حصل فيه، ريفلكشن بس خلاص. فانا ماي يعني it will be my يعني my thing that I'll say هي الجلاد تكنيك، من الحاجات المهمة قوي وبسيطة قوي، لو عملناها مش هتاخد مننا دقيقة دقيقتين بالكتير قوي، بس الامباكت بتاعها يعني قوي قوي.
ممكن تعمليها، او بحب اعملها يا اول اليوم يا اخر اليوم، يعني يا اول اليوم ريفلكت على اليوم اللي قبله، يا اخر اليوم ريفلكت على اليوم نفسه. وحاجه مهمه قوي 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 قوي، وهي صعبه قوي، وانا لسه حتى انا شخصيا بستراجل فيها، يعني اون اند اوف فيها، ابعدوا عن الموبايل نص ساعه قبل ما تناموا على الاقل، نص ساعه. بعيدا بقى عن ان هو البلو سكرين وكواليتي اوف سليب ومش عارفه ايه، تقريبا احنا جسمنا نحس في الموضوع ده، بس الافكار ودماغنا اللي شغاله وعينينا اللي شغاله وحواسنا اللي شغاله كتير قوي، والحاجات اللي قاعده بتدخل والمعلومات، حتى لو يا ستي بنتفرج على معلومات على الموبايل، كل الحاجات دي بتدخل بتسربت في تفكيرنا وبتشغل عقلنا، وقاعدة بتحشري حاجات، ده مش وقتها خالص. It's the time to unwind، تريحي كده، ترفلكتي على يومك، تقري قرآن، تقري أذكار، تقعدي باصة في السقف. It's your time to shut down. فدول هقول الحاجة، دول الحاجتين، واللي هزود عليها mindfulness، إن إحنا نبقى mindful إن شاء الله لو for couple of seconds وإحنا بناكل أكلة بنحبها. يعني هقول لك حاجه، لو بقالك كتير مثلا ما اكلتيش اكله، وفي اكله بتحبيها حتى ان شاء الله لو بتاكليها كل يوم، ادي نفسك 15 ثانيه ان انت بس اول قطمه تركزي في الحاجه، في طعمها، في احساسها. 15 ثانيه، بي مايندفول از ماتش از بوسيبل في الحاجات البسيطه. بي مايندفول ان انت لما تيجي تفتحي الستار الصبح تبصي على الشجر، على العصافير، على ايا كان الفيو اللي انت بتحبيه او المتاح عندك، بي مايندفول. حاجات بسيطه كده، لما تركبي عربيتك بي مايندفول لزمان لما كان نفسك تكبري وتسوقي عربيه او يبقى عندك العربيه بتاعتك، اللحظه دي بس وانت بتركبي العربيه وبتدوريها، مايندفول مومنتس عارفة بس. انتي بتأكديلي اللي انا قلته في اول الريكوردينج، والله في اول الابسود اللي انا قلته في الاول خالص. عارفة حسستيني فعلا باللي انتي قلتيه بالظبط، ان انا كنت لسه قايلة الجملة دي فعلا للكوتش بتاعتي. فكرة انه في ناس كده في الحياة لما بتبقي انتي في بالون فوق بيمسكوكي من رجلك ويوقفوكي على الارض يخلوكي جراوندد. انتي بالضبط. عملتي عليا نفس الايفكت ده بجد. يعني انا حاسة ان انا مثلا ايه سايبه الموبايل، سايبه كل حاجه، وقاعده مركزه مع اللي انت بتقوليه وقاعده سامعاكي، حاسه اللي هو ايه بسرح في كلامك، اللي هو لا طب انا عايزه اعمل كذا. يعني مثلا البلو سكرين التايم اللي بتقولي عليه قبل ما انام، سيم سيم ام ستراجلينج في الحته دي برضو، وبقالي فتره عايزه اعملها فعلا. فتحسي انه this is like my reminder ان انا ايه، لا بقى لا يعني اعملي اكشن. فما اللي هو كل يوم انا نفسي ما امسكش التليفون وبتاع وانام من غير ما امسكه، واقعد اقرا قبل ما انام، وانا بقول كده وانا اصلا ماسكه التليفون. فتحسي اللي هو this is ايوه، it's a real struggle. لا لا لا، انا I'm struggling with. انا على فكره عملت التشالنج 30 يوم، وعرفت، وال30 يوم صدقيني كل يوم كنت ببقى بعيط، اللي هو انا عملت في نفسي كده ليه، وليه قلتها بابليك على السوشيال ميديا، وما ينفعش اطلع للناس تاني يوم اقول لهم ان انا مسكت الموبايل، عارفه I need to be honest. أو وده اللي خلاني ابطل، بس اكشلي فكرتيني ان انا كمان محتاجه ابدا التشالنج، يعني احنا كلنا محتاجين نشجع بعض. فحسستيني اللي هو ايه like this is my reminder ان انا بقى ايه، لا احترمي نفسك وابدأي خدي اكشن. يعني مش كل يوم وانتي ماسكه التليفون تقولي انا عايزه ابطل امسك، لا حبيبتي سيبيه. يعني دلوقتي بقينا مش الموبايل، يا ريت الموبايل، دلوقتي بقينا اللابتوب كمان، لو احنا بننام واحنا ماسكين اللاب. فاللي هو ما انت شاء رايحه الله فين؟ انت رايحه فين؟ انا مش عارفه. عليك، المرة الجاية تاخدي سكرين التلفزيون في حضنك بقى، احنا دي بنكبر. المرحلة الجديدة، دي النكست ستيب. فحاسة اللي هو لا يعني حسيت انه فعلا this is my reminder. مش عارفة اقول لك ايه بجد، يعني انا قبل اي حاجة انا enjoyed my time so much بجد. يعني اللي هو انا طول الحلقة انا قافلة الفويس، بس حاسة لو انا قاعدة عمالة ابتسم واضحك زي الهبلة والله طول الوقت انا قاعدة كده اللي هو بسمعك. ولا لا انا حبيت الحته دي. لا وفي كذا ستيتمنت فعلا قلتيهم، انا عايزه رايت ذيم داون واحطهم كده قدامي. فمش عارفه انا يعني فعلا I can thank you enough خالص. وانا لو عليا فعلا احنا محتاجين نقعد نسجل كذا حلقه كمان، اكفي مش دي بس، ان في حاجات كتير قوي مهمه قلتيها، وفي حاجات كتيره تانية حاسه لو ايه لا طب انا عايزه اتكلم معاكي في كذا، طب ايه رايك في كذا، طب معرفش ايه. فبجد بجد يعني thank you so much.
My وشكرا pleasure. لوقتك وشكرا لكل حاجة وشكرا بجد لكل حاجة بتعمليها، حتى الكونتنت اللي بتنشريه على انستجرام. يعني أنا من الناس اللي الكونتنت بتاعك impact me قوي فعلا، فبجد مش عارفة أقولك إيه، بس like thank you so much على كل حاجة فعلا بتعمليها بجد. انا ام سبيتلس والله، مش عارفه اقول لك ايه بجد. ثانك يو، شفتيني ده مش احمر طماطمايه بجد. ثانك يو. لا لا، ام ريلي ابريشيت الاوبورتيونيتي وام جريتفول، ويا رب يا رب الناس اللي بيسمعونا ينبسطوا زي ما احنا انبسطنا بجد. انا كمان انبسطت قوي قوي قوي، يعني حسيت ان انا كده قاعده مع واحده صاحبتي بنتكلم، فاهمه يعني؟ فبجد انبسطت. نورهان بقى هنقول ايه واحنا اه صح، نورهان تطور في بيهم، كيمستري في الموضوع تطور دبل ان بالظبط كده. فعلا. شكرا جدا ليك، Thank you so much يا نورهان، and best of luck بجد. Thank you. تسلميلي يا رب.